دكتور اقعد، صار لي ساعة ناطرة. كل شوي يقول لي دكتور. طبعا دكتور ظهري العنزي اليوم قاعد يشيك على اسناني ويسوي لي السن، عندي السن اللي هو الزراعة، صح دكتور؟ بسبت لي. فقاعد يقول لي شيء ما انا اكثر جملة اقولها حتى لا طلعي فضايحنا. لا اوكي، المهم اكثر شيء راح تسمعونه مع دكتور ضاري. قربنا نخلص، قربنا خلص خلصنا. خمس دقائق تنطري من الساعة 7 ل 11. طالعة من العيادة، تخيلوا دكتور شال لي البرقي السن التركيب ونظف لي مكان ورد شال الضرس، بعدين ركب البرقي مرة ثانية وركب لي الضرس وثبته وكل شيء، ولا حسيت ولا إبرة بنج ولا هم يعتنوني. يعني يعطيك ألف عافية دكتور ضاري، الصراحة أسنان تاور، يعني ما أدري، أحس الدكاترة شي نقوة